وخلينا نطلع نشوف في البداية تقرير عن عمر عصر ونرجع نكمل على طول مع عمر، وكل الأسئلة اللي حضراتكم عايزين تسألوها نسألها لعمر عصر النجم النادي الأهلي والنجم الأولمبي الكبير. خطف عمر عصر لاعب تنس الطاولة المصري الأنظار رغم خروجه من الدور الربع النهائي في أولمبياد طوكيو 2021، وكان عصر قد كتب التاريخ في طوكيو عندما وصل إلى الدور الربع النهائي على حساب يوان تشونغ لاعب الصين، وبات عصر لاعب تنس الطاولة المصري والعربي الأول الذي يصل إلى الدور الربع النهائي في أي دورة أولمبية، وثاني لاعب إفريقي يحقق هذا الإنجاز. ولد عمر عصر في 22 من يوليو عام 1991، وبدأ لاعب تنس الطاولة في عمر الرابعة في محافظة كفر الشيخ، وفي عمر 14 حصل على منحة دراسية لمدة 4 سنوات من الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، وأتيحت له الفرصة للعب الكثير من المسابقات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى حضور العديد من المعسكرات التدريبية من الدرجة الأولى في أوروبا وآسيا. وأصبح عمر عصر المصنف الأول في الدوري السويدي عندما كان عمره 16 عاما، وعاد إلى مصر لينال عدة عقود من الاحتراف. ويحتل عصر حاليا المرتبة 21 على مستوى العالم، وهو أفضل مركز وصل له لاعب عربي وإفريقي في التاريخ. ويشارك عمر عصر للمرة الثالثة التوالية في الأولمبياد، كما فاز بذهبية ألعاب البحر الأبيض المتوسط عام 2013، وفاز بذهبية البطولة العربية في عام 2011، كما حقق الفضية في البطولة نفسها وتوج ببطولة إفريقيا بعدها، وتوج كذلك بالمركز الثاني في كأس العالم للناشئين باليابان عام 2000. وعلى صعيد البطولات والتألق مع النادي الأهلي فحدث ولا حرج، حيث نجح في التتويج ببطولة الدوري لأول مرة مع النادي وهو في 14 من عمره، وهو نهائي الدوري الأشهر الذي أقيم في الإسماعيلية ضد الزمالك، حيث توج باللقب بعد غياب سنوات طوال من هيمنة المنافس التقليدي، كما توج بلقب البطولة العربية وتفوق على نفسه بعدما حقق آخر 4 بطولات مع القلعة الحمراء دون هزيمة من أي محترف، ليبقى عمر عصر حدوتة من حواديت تنس الطاولة.